بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين يا أكرم الأكرمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالته القواعد الأربع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك الله لعبادته وحده لا شريك له، على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذا، أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلقنا لعبادته، وعبادته يرجع ثوابها وأجرها إلينا، فهذا من فضل الله على عباده أنه خلقهم لهذا الأمر العظيم، لا لحاجته إليهم، وإنما لحاجتهم هم إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت إذا عرفت أن الله هو الرزاق توجهت إليه بمطالبك وحاجاتك، والله جل وعلا قريب مجيب، يجيب الداعي إذا دعاه ويكشف السوء، وهو أرحم الراحمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم، فالعبادة إذا دخلها الشرك فسدت، لأن الله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فلا يتوجه إلى غيره بالعبادة، كما كان المشركون يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يعبدون المخلوقين ليشفعوا لهم عند الله، والله جل وعلا لا يحتاج إلى هذا. العبادة بين العبد وبين ربه، وإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، كما أن الحدث إذا دخل على الطهارة أفسدها وأبطلها. ومن هنا
يجب أن يحذر المسلم من الشرك، ولن يحذره إلا إذا عرف ما هو الشرك. الشرك هو أن تدعو مع الله غيره، كما كان المشركون يعبدون مع الله غيره ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والله إنما أمر بالتوجه إليه سبحانه ودعائه واستغفاره وطلب الحوائج منه، وهو قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فلا يتوجه الإنسان بعبادة أحد مع الله ويزعم أنه يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، بل يطلب من الله مباشرة. والله ليس بحاجة، هو قريب مجيب، ليس بحاجة إلى أن تتخذ وسائط وشفعاء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. قال: نعم. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. نعم، أهم ما على العبد أن يعرف ما هو الشرك حتى يتجنبه، لأن الشرك يفسد العمل ويبطل العبادة. الشرك بالله يفسد العبادة ويبطلها. فالمشركون كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويتضرعون إليه، لكنهم لا يخلصون العبادة لله، بل يدعون من دون الله من المخلوقين من يدعون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله ليس بحاجة إلى أن تتخذ بينك وبينه شفعاء، بل ادعه، ارفع حوائجك إليه مباشرة وادعه مباشرة، ولا تجعل بينك وبين الله معبودين غيره تزعم أنهم يشفعون لك عند الله. هذه عبادة المشركين، وهي باطلة وحابطة وتعب بلا فائدة، بل تعب في المضرة. فعليك أن تخلص دينك وعبادتك ودعاءك إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، بدون وسائط بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فتح بابه للسائلين ووعدهم بالإجابة بمجرد ما يدعونه مخلصين له الدين، فإنه يستجيب لهم سبحانه وتعالى. فالمشركون يعبدون مع الله غيره، وإذا سئلوا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حالة المشركين والعياذ بالله. والله لا يرضى أن يعبد معه أحد، ولا يرضى أن يتخذ وسائط من المخلوقين بينهم وبين الله، بل الله جل وعلا فتح بابه للسائلين ليلا ونهارا، ولا يغلق هذا الباب
إلا عند نهاية الدنيا وقيام الساعة، وهذا من فضله وإحسانه إلى عباده سبحانه وتعالى. بابه مفتوح الليل والنهار، توجه إليه ولا تتخذ من دونه شفعاء يقربونك إلى الله زلفى كما يقول المشركون من قبل. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله، الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، إلا بالتوبة منه وترك الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وأما من يخلط عبادته بالشرك فيتوجه إلى الأولياء والصالحين عند قبورهم أو في حضورهم، فهذه حالة المشركين الذين لا يقبل الله منهم دعاء ولا عبادة، ولكنه جل وعلا فتح بابه للتائبين، فإذا تابوا تاب الله عليهم وقبلهم وكفر عنهم سيئاتهم. نعم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.